ما سر وبات الضحك أثناء العزاء؟ هل أنت جالس في تعزية أم حفل زفاف؟ ربما تعرضت أو صادفك أحد يحكي لك موقفاً محرجاً، تعرض له حين انتابه نوبة الضحك أثناء تأدية واجب عزاء أو أي موقف حزين، فما سبب ذلك؟ ولماذا نضحك خلال اللحظات الجادة أحياناً؟ نوبات الضحك من الاضطرابات التي تحدث لكثير من الناس وقت الحزن، وتحديداً في وقت العزاء. ومن المؤكد بأن تلك النوبة تسبب إحراجاً شديداً للشخص، وخصوصاً بأنه يصعب التحكم بها. ويشير أحد الأطباء النفسيين في بريطانيا بأن حالة هستيرية من الضحك التي تصيب البعض في العزاء ما هي إلا حالة تصيب الإنسان لتجعله يقاوم إحساس الحزن فتدفعه للضحك على أبسط الأمور، وذلك بحسب ما جاء بصحيفة ميرور البريطانية. وأضاف الطبيب تلك الحالة عبارة عن وسيلة دفاع من الجسم عن حالته النفسية، فيقوم الجسم بمقاومة مشاعر الحزن بشدة، فبذلك يجعل الشخص يصاب بنوبة الضحك، حيث تعد نوبات الضحك في وقت الحزن هي الدفاع الأول عن سلامة الصحة النفسية. وينصح الطبيب الأشخاص الذين يحدث لهم تلك النوبة بعدم الجلوس مع أصدقائهم المقربين أو الأشخاص الذين يضحكونهم أثناء وقت العزاء لتفادي الإحراج. ومن الطرق البسيطة للتغلب على هذه العادة لعق أو عض الشفتين، النقر على القلم إذا كان متوافراً. كتم الضحك ليس هذا الحل سهلاً، لكن عليك التجربة في هذه المواقف المحرجة. التركيز على لون واحد في الغرفة أو المحيط بشكل عام، نفخ الهواء في الفم والشفتين مغلقتين.